اليوم يعني في غمرة احتفالات الشعب المغربي بمناسبة عيد الاستقلال الذكرى 63، يعني يطيب للمنظمة الدولية لاستقاء الصحراء المغربية وبشراكة مع مجلس مستشارين أن تعقد ندوة علمية في موضوع البيعة تحت عنوان البيعة في الصحراء تاريخ ومواطنة. ويعني كتجي هاد الندوة يعني من أجل دحض جميع المناورات العدائية التي تقوم بها خصوم البلاد، لأن يعني البيعة يعني من الأسس اللي كانت كتربط بين أبناء الأقاليم الصحراوية مع السلاطين العلويين أو ملوك المملكة المغربية الشريفة. الأمر الذي يجسد يعني تلاحم يعني كبير كان يعني على المستوى المناضلين مع يعني العرش العلوي، لأن يعني المناورات ويعني مخططات الاستعمارية كانت في واحد اللحظة معينة استهدفت يعني نفي جلالة المغفور له الحسن الثاني في محاولة منها لعزل يعني القيادة والملوك العلويين عن رعاياهم الأوفياء. فيعني كانت إجابة فورية وتفجرت يعني مجموعة من انتفاضات عنيفة وشعبية كانت على مستوى يعني مجموعة من الأرياف والقرى والمدن المغربية، ومنها يعني نحن كذلك من باعتبار انتماءنا للأقاليم الجنوبية كانت يعني مجموعة من معارك اللي جسدت في الحقيقة الوفاء والالتزام تلاحم يعني ساكنة الأقاليم الجنوبية مع يعني العرش العلوي المجيد. وفي الحقيقة البيعة يعني أقرت محكمة العدل الدولي بأن هناك روابط البيعة ما بين القبائل الصحراوية وملوك المغرب، ولكنها اجتهدت أكثر من اللازم في القول بأن هذه ليست أساسا للسيادة، بينما يعني التاريخ المغربي تأكد بأنه البيعة هي أساس للسيادة، خصوصا وأن هاد الملوك في بعض الأحيان هم ملوك صحراويين لأن يأتون من القبائل الصحراوية أنفسهم، لأن ملوك مرابطين وحتى العلويين يعني من الصحراء الشاسعة إلى غير ذلك. والمفهوم ديال السيادة اللي تطالبوا بها الذين هم مناصرون الاستقلال، هذا يعني هذا الإقليم يعني كإقليم هو من صنع الاستعمار، لأنه العلاقة ما بين التراب والإيكولوجيا والسكان في بعدهم الثقافي يعني ممتدة من واد نون ومن واد درعا إلى أدرار إلى ركان في الجزائر إلى حتى شمال مالي. هذه الوحدة الإيكولوجية الثقافية التي يكون فيها علاقة ما بين السكان وبين التراب إلى غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.